في سنة من السنين جه أخونا الزميل ديفيد لين لمصر، جه علشان يختار نجم مصري ذو طابع شرقي لفيلم لورنس والعرب مع بيتر أوتول. وفجأة هم قالوا له ونصحوه في أمريكا، قالوا له في ممثل اسمه رشدي أباظة بيعرف أكتر من 5 لغات، وجهه شرقي وجميل وإلى آخره. فجه الراجل قعد في الفندق وطلب إنه يقابل رشدي أباظة. فطبعاً كلفوا إحدى المنتجين، راحوا لرشدي أباظة قالوا له ديفيد لين، هي الرسالة وصلت غلط على فكرة، قالوا له ديفيد لين عايزك عشان يعمل لك تيست. فقالوا لا 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 لا، في فيلم بيتعرض لي دلوقتي في سينما ديانا اسمه في بيتنا رجل، يروح يتفرج عليا. فراحوا بلغوا الراجل، الخواجات ما عندهمش عقد. لما قالوا له الراجل بيقولك عنده فيلم روح اتفرج عليه، قالوا ما انا عايز اشوف السينما المصريه. فخدوه فعلا، حجزوا له في سينما ديانا وراحوا له وخدوه وراحوا، راح الراجل يتفرج. فجاه لقى نفسه قدام ممثل تاني قوي اسمه عمر الشريف، فقال لهم والله عايز اشوف الولد ده. فكلموا عمر قالوا له ديفيد لين عايزك تروح تقابله، كان في هيلتون نيل، قالوا تروح تقابله علشان خاطر عايز يشوفك. عمر ما كدبش الخبر، راح رايح له، قعد يتكلم معاه، لقى بيتكلم لغات ما شاء الله عليه زيه زي رشدي أباظة، وقال له بس انت عندك الحسنة دي مش حلوة، تقابلني في لندن الأسبوع الجاي هحجز لك في مستشفى يعملوا لك العملية وتمضي العقد. What is this? This is my bodyguard. There's not a man there without a price on his head. There's a price on my head too. But these are murderers. You know the sheikhs will hang these men. These men are mine. Lawrence, these things know nothing of the Arab revolt. وبعد عرض فيلم لورنس العرب أحس رشدي أباظة بعد الفيلم يعني كان صدى ونجاحه على مستوى العالم كبير قوي، أحس رشدي بالإحباط والغيرة من عمر الشريف، ويمكن الغضب جواه، لأن لما أنا بعت لي ديفيد لين يا عمر ما كانش المفروض أنك أنت تروح قبل ما تسألني أو قبل ما تجيلي. وعشان كده كان البرود بينهم، كان في تلج بينهم، يتقابلوا في حفلات، يتقابلوا في ريسبشنات، فيسلموا على بعض ببرود تام، ما فيش صداقة أو ما فيش العلاقة الحميمية اللي كانت بتجمعهم مع بعض. أصلا حضرت الواقعة كانت في فيلم في بيتنا رجل، والفيلم كان فيه رشدي أباظة وكان فيه عمر الشريف وأنا موجود معاه، وجه واحد الكشاف بتاع الفيلم شاف صور من هناك، فجاي يقابل عمر ويقابل رشدي. فعمر راح في الميعاد ورشدي ما راحش في الميعاد، فطبعا هما ما عندهمش الحكاية دي، الراجل اللي ما جاش في الميعاد ده يبقى خلاص يحط عليه إكس على طول. فنسي قصة عمر وخد رشدي وخد عمر وطلع بيه الأردن، وعمر استأذن 3 أيام من التصوير في بيتنا رجل، وطلع معاه الأردن قابل ديفيد لين في الأردن وعمل له تيست كاميرا للدور بالملابس والمكياج، ورجع مزقطت قوي لأنه مضى العقد. لكن ولا على بال رشدي، هو راحش الميعاد، ما كانش فاضي، ما راحش في الميعاد. فالناس بقى اللي تحب تأسفن، ما انت لو كنت رحت في الميعاد يمكن انت بس يا انت وحاجات كده، ما يديش فرصة لحد انه يزرع اسفين بينه وبين زميل. لا نفسي الاقي شويه جدعان زي كده واحنا مطربعه على دماغهم. يا سلام لو تتنازل وخليني اساعدك، انا اسوي لك الهوايل. يا سلام، من امتى بقى الوطنيه دي كلها يا سعد الحميد؟ اسمع روحي، انت ما تعرفنيش كويس، تفضل ساكت. زي ما بقول لك يا استاذ ابراهيم، انا نفسي اكون دراعك اليمين دلوقتي وبعدين حتى لما تسيب البيت. اللي تردد اياميها ان رشدي لم يكن ملتزما بالوقت بالتوقيت، فتم اختيار عمر الشريف بناء على عدم التزام رشدي. لكن في كل الأحوال أكتر فنان مصري، أكتر حتى من عمر الشريف، كان مهيئا للعالمية هو رشدي أباظة. أظن أنه ربما لو كانت العالمية أحد أهداف رشدي أباظة كان حقق درجة نجومية لم يسبق لأحد أن حققها، بما فيهم عمر الشريف.